تعالوا نبدأ اليوم النهاردة بنصيحة كده جايبينها لأولياء الأمور، إنه في دراسة أمريكية كشفت إنه الأطفال اللي عندهم حالة من العصبية والغضب وإن هم مشاغبين بشكل مفرط وبيتعرضوا لنوبات من العصبية بشكل كبير جدا جدا من الغضب، دول لما بيكبروا بيبقوا أكتر عرضة لمواجهة المشاكل الصحية ومالية في منتصف العمر. طيب ده معناه ايه؟ الناس هتقول طب مشاكل صحية بمعنى ايه؟ مشاكل صحية انه الطفل اللي على طول متعصب ده معناه انه مأثر على الجهاز العصبي بتاعه، مأثر على صحة قلبه، على صحة المخ، على صحة وظائف الجسم بشكل عام، لانه العصبية والتوتر والغضب اكيد بيخلي حالة الجسم او وظائف الجسم بتبقى بتشتغل بشكل غير طبيعي. فبالتالي الطفل لما بيتكرر ده من هو صغير وما بيتمش معالجته والامهات بتسيبه، فطبعا او الابهات، بيكبر على موضوع انه ما عندوش فكره مواجهه المشاكل الصحيه وما عندوش مناعه ان هو يواجه بيها المشاكل الصحيه. طب ايه علاقه المشاكل الماليه؟ لانه الطفل اللي عصبي والمتوتر والغضبان ما عندوش ضبط نفس في التعامل مع امور الحياه، مش هيبقى عنده فكره ان هو يتعامل مع ازمات اللي بيمر بيها بالدنيا، مش هيفكر صح، مش هيبقى عنده فكره انه اعمل ايه واحقق هدفي واشتغل عليه ويبقى عندي صبر وعزيمه واراده. الطفل اللي ما عندوش ده وبيكبر على انه ما عندوش ده، لما بيجي بعد كده يشتغل ما بيبقاش عنده القدره في التعامل مع ازمات او مشكلات الحياه، فده اكيد هياثر على الشغل اللي بيشتغل فيه والفلوس اللي بيمر او الفلوس اللي هو بيحصل عليها. فبالتالي لازم ولادنا لما نلاقي عندهم الموضوع اوفر شويه في فكره انه متعصب زياده عن اللزوم، عنده حاله من التوتر، لازم نروح لاخصائي نفسي يحاول ان هو يتعامل بشكل سليم ويعالجه ويخليه يمارس انشطه مختلفه تهدي من اعصابه شويه. احنا كده قلنا ندي لحضراتكم نصيحه كده صباحيه علشان خاطر صحه اطفالنا.